اليوم بصلح الغداء بطريقة أبو محمد بطريقة الستينات وقبل. ما شاء الله على الكرب يا جعله. هذه طريقة الطبخ الأولين بالعروس. أبو محمد من الحسا بيزبط لنا ما شاء الله تبارك الله. نبي نطبخ الرز بالكرب والعسبان كرب النخل. كم صناعة تقدرون تسوون الكرب النخل؟ شو تصلحون فيه؟ شلون صناعة؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كذا طبخوا عروسكم ابو محمد؟ اي الله الله. بس لحم بقر ذوك اكثر شيء بقر. تستخدمون البقر اكثر اول؟ وين راح ذا ابو محمد؟ تسلم. قبل ما يجي الرز الهندي الموجود الباكستاني وش كنت يا كريم؟ بصل هذا من الحسا. كل شيء الحساوي هنا. كل شيء ما شاء الله تبارك الله. واللي يسوون حساوي مره العمال الحين ابو محمد المزرعه كلها قايم بها انت؟ الله الله كله انا اللي غارسهم عدلها. ما شاء الله جديد اللي هنا. ما شاء الله تبارك الله. كبك روح. هذا وش ابو محمد الحين؟ بصل وطماط وفليفله كل شيء مره واحده. كل شروحه واحده. روح ما شاء الله تبارك الله. ابو محمد تسلم. اكثر عدد ذبايح ولا لحم طبختها بيوم واحد؟ الله الله لا يوم مره. عائلتنا بس. ايه العائله قريبه. اي واحد الله حيوني بعد عرس الولد اللي بطبخه. ما شاء الله. والمره المطيعه والارض الوسيعه. ما شاء الله. وسع الشيء وصار زين. بس يا نعومك لو توفرتها ثلاث لاش. يا خوش يجيب. ما شاء الله تبارك الله. ها ابو محمد استوى اللحم؟ اي والله ما شاء الله تبارك الله. اذوق عادي؟ ايه. محمد الطبخ بالطبليات كيف؟ والله ولا الذ مندي تذوق. طبخت مندي بطبليه. طبليه كامله. ترى كل طبليه بذبيحه. ما شاء الله الحين الحيمات خلصت. ما شاء الله. نجاح. اي لا راح والله راح. ما شاء الله تبارك الله. تحمير ممنوع. لا تحمر خلي شوي ينهرس. كيف صيدت صيد قطع كذا نعرف انه استوى خلاص. الرز حاطينه بكيس ولا بخيش ولا ايش سالفته؟ هذه مرحله مالت النخل. اسمه مرحله. مرحله ولا مرحله؟ مرحله. مرحله بس ما بعرف ليش. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذه ليه وشو العيسى ذي؟ هذا المصفاه حقت الرز. اسلم لك الضيط طال عمرك العيش. حلو. ايه قلب قام يقلب قوة حيل. حلو. قريب انه يترسى. ايوه نحطه في الوسط عشان ما يحترق في الوسط عليك. يظل مهما يكون ضيان وحرارة ما يأثر في العيش ما يحترق. عجيب. وسط بس. حلو. ويبقى طبخ مول كلش. ما شاء الله تبارك الله. شوف قرب بيصير. ايه ما تزعجه بالنار. خل على راحته خلاص. يعني تخفف النار. ايوه خل على حطيته. نسينا الرمل. هذا ما يبي له شيء ولا شيء. يقول كنت خشمك. قال لا الناشقة اسرع. يلا خل ابوي على راحته. يلا خل لا يدخل غبار. بسم الله ما شاء الله. هذا تقصيرة القزده. كذا نقصر النار. نقصر الغاز. ما شاء الله. شوف الشغل بس. خلاص. طول. صوت. ليلة عرس. ما شاء الله. حار. حار عليك عيسى. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا احنا عائلة. تبارك الله. يعطيك العافية أبو محمد. ما قصرت. بيض الله وجهك. خيركم ما شاء الله. راسي أبو محمد بغى يروح راسي. تفضلوا ما شاء الله. حياكم الله. حياكم الله على عرس أبو محمد. عرس أبو محمد بس. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا مال غناة أبو محمد. أوي والله. يلا جماعة مستحيل ترى. تفضلوا. تفضلوا. يلا 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 يلا